اسمي ولاد غطاس، من قليوب. أنا طالب في كلية الزراعة، وهواياتي بقى الاختراعات. هي موهبة، الموضوع بدأ معايا من الطفولة. بدأ معايا الموضوع بالألعاب، أنا بدأت أصنع عن الألعاب بنفسي، زي أي طفل بيحب يجيب ألعاب ويعمل ألعاب وكده. فبدأت أنا بقى أصنع عن الألعاب دي بنفسي. طبعا الموضوع كان محتاج خبرة أكتر، محتاج علم. طبعا الموهبة لوحدها مش كافية، كان محتاج الموضوع محتاج علم ومحتاج خبرات، فطبعا ومحتاج راس مال، محتاج تمويل. فواحدة واحدة مع التطور يعني بدأت بقى أصنع آلات، يعني تقريبا من حوالي 10 سنين بدأت فعلا أصنع آلات وأبيعها في السوق. بصنع آلات زي ماكينات النشارة، كسرات اللي هي بتعمل البلاستيك وكده، اللي هي بتقوم بإعادة التدوير ريسايكلينج. وكمان صنعت ماكينات أعلاف، ماكينات نشارة يعني. كجودة مفيش فرق خالص، مفيش فرق خالص بين التصنيع المحلي المصري وبين المستورد، لأن الموضوع مش موضوع ماتيريال وخلاص، لا، الموضوع موضوع خبرات، موضوع إزاي أصنع آلة تضاهي وتحاكي المستورد. أنا مش بعمل آلة سيمبل أو بسيطة أو كده، هي الآلة اللي احنا بنصنعها في مصر تضاهي المستورد تمام. المشاية دي بتشتغل على الجاذبية، على وزن الإنسان نفسه، يعني هي مش بتحتاج لأي مصدر أو أي طاقة خالص، هي على العكس، أنت حضرتك بمجرد ما بتقف عليها، مجرد بس ما تتقدم الأمام تلاقيها اشتغلت أكن فيها محرك، لكن هي الحركة بتاعتها بتاخدها من الجسم، من الوزن، من الجاذبية الأرضية. بصراحة الفكرة جات لي بسبب ارتفاع الفاتورة الكهربائية اللي احنا كلنا بنعاني منها، فبدأت ادور على حاجة بديلة، ان انا ازاي اصنع آلة ما بتحتاجش الى اي مصدر خالص للطاقة الكهربائية، لان الكهرباء احنا عارفين في مصر بقت غالية قوي، فانا خلاص استبعدت الكهرباء خالص. لا، يعني على قد ما بقدر ان انا استبعد الكهرباء في الآلات، بقدر بستبعد، او حتى كمان ممكن اقلل الاستهلاك، يعني ممكن برضه اصنع آلة كهربائية لكن باستهلاك قليل. الماتيريال اللي حضراتكم شايفينها دي كلها ماتيريال صناعة مصرية 100%، كل الماتيريال مصرية، مفيش اي خامة استيراد خالص، وده طبعا انا كنت قصده، يعني انا عايز اوري للناس ان احنا فعلا في مصر عندنا القدرة ان احنا نصنع زي المستورد واحسن كمان. عندنا في مصر خامات كويسه، وعندنا صناعه كويسه، وعندنا كل حاجه. لا، هي تمشي استخدامات شخصيه، وتمشي استخدامات للنوادي، للجيمات، تمشي في كل حاجه. المنتجات بتاعتي انا بعرضها على النت، بعمل لها فيديو وبعد كده بعرضها على النت وبحط ارقام تليفوناتي والناس بتبدا تشتريها. انا بحلم بقى ان ابقى عندي مصنع وابدا يعني نوصل ان شاء الله ان احنا ما نستوردش خالص، مش نقلل الاستيراد، لا، يبقى مصر مكتفيه ذاتيا، عندنا كل حاجه، احنا عندنا متوفر في مصر كل حاجه، عندنا امكانيات حلوه، عندنا علم، مصر فيها علم وفيها علماء، بس الامكانيات، يعني احنا ان شاء الله مع توفير الإمكانيات إن شاء الله نقدر نعمل كل حاجة حلوة لبلدنا.